ايوه اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، عليكم هلا السلام، شيخنا، كيف حالك؟ هلا حبيبي. سني ام شيعي؟ انا شيعي واسمي حسين من النجف. مرحبا يا حسين، تفضل يا حبيبي. تذكرتني صح شيخنا؟ اظن كنت عملت مكالمة معي من قبل. اي، عملنا نقاش قبل. انا بس احب اطرح السؤال على علماء الشيعة وشيوخهم اذا ممكن. طب ما تعلن هدايتك بقى يا حسين، ما شاء الله. لان بما انك تريد، انت ما شاء الله كنت ناضج فعلا المره اللي فاتت، وكنت مستسلم للادله القرانيه فعلا التي كانت تتلى عليك. بس ايه، انا عندي بس هذا السؤال، اذا ممكن اطرحه على البيت. طيب وبعديها تعلن هدايتك؟ يعني ان شاء الله، طيب اتفضل. بس بعد ما اشوف الاجابات. يعني في عندنا السيستاني اعترف بهذا الشيء، سهم الهاشميين. احب اوضح للمشاهدين، سهم الهاشميين يقول انه اذا انت شخص سيد من نسل رسول الله، انه الك مال يختلف عن مال الشخص العامي. مثلا انت فقير او شخص غيرك فقير، بس انت مو سيد، انت عامي. تمام. نعم تمام. الشخص العادي مثلا الى 10 دولارات، والسيد الهاشمي الى 50 دولار. ليش؟ ما اعرف. والله غريب. والله هذا هو موجود، يعترف فيه ما هو ده اللي سيستاني انا اسمه اتكلمت سهم عنه، الهاشميين. ده اللي انا اتكلمت عنه يا حسين. انا افتكرت انت كلمتني في النقطة دي من قبل على التليجرام اظن، صح؟ اي صح. طب ليه يا حسين، ليه فعلا الشيعة الناس اللي بتسرق باسم الحسين، هؤلاء يسرقون باسم الحسين، يتاجرون بدم الحسين، تجار بدم الحسين. انا في واحد قال لنا ان في ناس بتقبض بالدولار رواديد عشان يجيبوهم بره في اوروبا، وهنا وهنا بيطلبوا بالدولار ويطلبوا بمبالغ عاليه. ليه هو الحسين مش قال نبكي، قال ابكوا خدوا فلوس؟ شيخنا، انت ما تعرف انه باسم الكربلاء الرادود ما يقرأ الا مقابل 50,000 دولار. والله واحد قال لي بياخد 45,000 دولار وكده، فاهم؟ لا، صارت 50 هذا الموسم. يمكن بقى علشان العمله العراقيه قلت شويه كمان فضربت، فالدولار رفع عنده. ايه لازم يصعد. ايه طيب بقول لك يا حسين، ايش رايك بقى، تعلن هدايتك؟ لا يا شيخ، والله في، انا قلت لك تذكر الكلام، قلت لك في امور ما مقتنع فيها، يعني مع احترامي لك الموجودين بالبث، فلازم يعني على اقتنع راحتك. كامل ان شاء الله. طيب خلاص، تواصل معي على الواتس، ايه وانت عندك رقمي ان الخاص؟ شاء الله. اي موجود، موجود ان شاء الله. اه طيب، تواصل معي على الرقم الخاص، انا بعته لك اهو. تواصل معي على الرقم الخاص وان شاء الله. شيخنا، بس يا ريت، بس يا ريت لو تعطيني مجال، احب اوجه هذا السؤال هو نفسه. ليش التفرقة عند الفقراء؟ يعني تخيل التفرقة وصلت عند الفقير، إذا أنت نسلك مو من نسل رسول الله ما لك هذا المبلغ المحدد. أنت شخص عامي لك 10 دولار، أنت شخص من نسل السادة لك 100 دولار، ليش يعني؟ يلا أو نوجهه ونشوف الله لعل لا أحد يستغفر يجيبك الله. عليه. وإن شاء الله ننتظر توصلك مستحيل معي. مستحيل، لا مستحيل، والله ما أعرف. إن شاء الله، إن يلا شاء الله ننتظر توصلك معي يا حسين، وأول ما أخلص عايز أشوف إن أسئلتك شاء يا الله. بعتها لي كده اللي مشكورين عندك. شيخنا، وفقك الله الله إن يوفقك شاء يا الله، حسين. وفقك الله شكرا شيخنا، الله شكرا يا يحفظك حسين، إن مع شاء الله. السلامة. أصلا يهديك يا حسين ويأخذ بيدك لنور التوحيد إن شاء الله. حسين قريب جدا إن شاء الله، لا نريد أن نثقل عليه، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نرى رسائله، أسئلته، ونجيبه عليه. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.